عسلامة ومرحبا بكل متابعي ومشاهدي قناة القرب، قناة تلفزة تي في. مرحبا بكم، رجعنا في موسم جديد بعد هيك الفترة الرمضانية اللي عديناها مع بعضنا. رجعنا بلوك جديد، بجو جديد، بامبيونس جديدة، وبالطبيعة مع فنانين جديد. نقولوا احنا مرحبا بكل عشاق الغيطة، المزود، الفزازن، هالنغمة هذه اللي عندها عشاقها وعندها ناسها وعندها ماليها وعندهم الناس اللي تتذوق وتعطي وذنها بالصحيح في المزود، الزندليات، الفزازن، الغيطة، كل ما يخص إيقاعاتنا احنا. الحقيقة العمارسة الكبار، المدارس الكبيرة اللي عاشوا التوارخ في المزود، منين جاي المزود، كيف جاي، الناس اللي عاشت التوارخ بالحق وعاشت لحظة بلحظة كيفاش المزود كان يتفرش اللوطة وبعد بشوية بشوية تطور، منين جينا، جينا من ليبيا ولا هو أصل أصيل متاعو تونسي، تونسي ليبي، ولا من جينا من أي بلاصة من أماكن مختلفة في العالم العربي وغيره وغيره. وكل واحد شي يقول، واحد يقول المزوج، الآخر يقول المزود، كل واحد شي يسميه، لكن احنا شو نقولوا؟ نقولوا المزود عنده نغمة خاصة وعنده طابع خاص. مرحبا باللقطاب، برجال تونس جملية الكل الكل اللي يعشقوا الجو الشعبي، وهو اسمه منه فيه الجو الشعبي والفن الشعبي. وهاو شي استنى فيكم في حلقة اليوم من جو نربوخ. لبعت تواجب الداية الداية. أي؟ قلت لهم سامحوني، أروا إذا كان باش تدوروا بيا أروا باش نولي زعيم سياسي ويصير لنا كما الأزهر الشريطي وجماعته. صيحات هذوما بالبلاستيك، ترى سمعنا صوتها؟ كلمة السومة تبرى في كل يوم تصبح جديدة، ما غاضني الفراق، حبك حارق لي ذكريني، حبك حارق لي ذكريني، عينيك حب كرتوش لطف عليك وفي كبتي شوشموني، ناي على جال كريم وعط محبوس حتى للمشن قهبتون. طاهر بابوشة يغني بالإيقاع، يعني الغنية تسمعها هذيك هذيك حبيبي الشنكاوي اي يحكي عبد صاحبي عامل انترفيو بالسيدي. ايوه قال له طاهر بابوشة مو بعتي هر وربي راهو هو ما غنيش طاهر مش مطرب، اما غني لك غنيه بدربوكا. الزول دانسو في سيون ام زراي النار ان تلفزه تي في غازنوي النار ربوخ. وتحصلت على جوائز؟ قداش من جائزه تحصلت عليها؟ ثلاثه جوائز تبارك الله. اي سيدي، انا باش نقول الجزء الاولاني نتاع المثل وانتوما باش تكملوا الجزء الثاني. وتوا باش نبداو جونا في جو نربوخ، وباش نمشيو مع مدرسه كبيره عاشت التوارخ بي هو جات البيت روا، كي غنى ارضى علينا يا لميمه، كي يقول ميقوده اكيد عندها تاريخها. السنه شفناه في دور مقنين في مسلسل شهير برشا اللي هو علي شورب، الشخصيه اللي عاشت في شيره الحلفاوين وعندها تاريخها. جو مقنين باش نحكيو معاه على برشا توارخ، على بدايه المزود، عليه هو كيفاش جاب البيت رواب ارضى علينا يا لميمه، وكيفاش غنى جنه وترافك نار، هالعلاقه بينه وبين المعلم الكبير زاد هو حبوبه اللي نورنا اليوم بحضوره في جو نربوخ. كي نقول مقنين اكيد طول باش تقولوا لي المعلم الكبير الفرزيد. We'll be right back.
ربي مربوط. هديت على ولدي ولباي لباتت واجب داي هديت على ولدي Bye.
أكيد برشا ناس راي شطحت برشا جو مع المدرسة الكبيرة المعلم يقولولو اللي هو صالح الفرزيت اللي نورنا اليوم بحضوره في جو نربوخ. أحكينا على برشا توارخ مع عم صالح، أحكينا رجعنا للتوارخ الأولانين، بدايات كيفاش كانت، الأزمات كيفاش كانت، علاش السلطة عرضته، علاش تشد في الحبس، هذايا الكل، أغاني الزندالي منين خرجت، علاقته بحبوبة المدرسة الكبيرة، كيف جات البيت رواب ارضى علينا يا لميمة، يحكي على المزود، يحكي على التوارخ، افتح لنا قلبه، هبطنا احنا الباب لقواس ومشينا بحدا قهوة الطبيبلية أكيد اللي عندها تاريخها اللي كان يقعد فيها إسماعيل الحطاب والكبارات متاع المزود والبدوي. أحكينا مع صالح الفرزيت، والنقطة تحسب للفرزيت إنه وين تدق عليه تلقى بيروه محلول، محلول للكبير والصغير واللي يدبي على حصير. أحكينا وحكينا برشا توارخ، أحكينا مزود وغنينا، وهاوش دردشنا وهاوش نوحكينا، أسمعوا مليح شقال. جودة في رانجا شي شاعلها
موجودين توا في بيرو، بالتحديد موجودين في باب القويس، بالتحديد في بيرو. أنا نقول عليه مكتبة عمومية فيها برشة ثقافة، فيها برشة فلسفة، فيها برشة أخلاق، فيها برشة تاريخ، مع رجل قالوا عليه موسوعة، قالوا التواريخ عنده، قالوا البداية مع هو، الزندليات مع هو، أكيد من نفوتوش نجيو الباب القويس وما نجيوش. هو يقولوا عليه المعلم، هو الفرزيت، صالح الفرزيت اللي جاب البيتروا في إرضى علينا يا الميمة. هو فنان شعبي بأتم معنى الكلمة، وتو نفهم وش معناها فنان شعبي، راه ما تتقالش للي جي. هو مطرب معناه عنده دراية بالموسيقى، بالمقامات، بالأوزان، يعزف كل الآلات وعنده اختراعات ونكتشفوه معاه اليوم. هو اللي شفناه في مقنين في شعلي شورب، شفناه في بارشة أدوار، دوك تنحكيو عليه بأكثر تفاصيل. الفنان، الممثل، المسرحي، الملحن، الكاتب الأغاني، الفيلسوف، الشاعر. نقول أنا صالح الفرزيت مرحبا بينا بحذاه. مرحبا بكم. مرحبا بكم. شنحوالك سيدي؟ لاباس؟ منور الحمد لله. ديما منور سي صالح. اجمعين ان شاء الله كلنا منورين، والشعب التونسي كله ان شاء الله منور. يخليك يا باهي. اي سيدي، هو الفرزيت اسم مستعار ام الفرزيت موجود معناه في بطاقه تعريف؟ لا، اسم مستعار من اللي انا صغير. علاش يقولوا لك الفرزيت؟ ديما نغني، ديما نفرزت، ديما نغني من اللي انا صغير، من اللي انا صغير ديما نفرزت. ما احلاه الفرزيت. باهي، البدايات كيفاش كانت؟ والله البدايات ترجع الحفل الختان متاعي، أول مرة نسمع فيها المزود وقتها. أي؟ اكتشفت حاجة اللي عمري ما نعرفها، حبيت باش نخرج نشوفها، والدي ما حبوش، خافوا عليها من العينين. أي؟ قعدت تكرر النغمة هذيك في مخي حتى وصلت عمري 11 سنة في الحفصية، نقامي بيها وفك القرون والوقت، شريت قرن وقتها بديت نضرب بيه في المزود. بديت تزمر. بديت نزمر حتى وصلت للسنة السادسة. في السنة السادسة ابتدائي كانت وقتها سيزيام وسيرتيفيكا، ما خرج اسمي في الجريدة. أي. شدني خالي عطاني تريحة، قال لي تتبع في المزود وتتبع في المزود. أي. ومن غديك خرج اسمي في الجريدة اللي أنا نجحت في السيزيام وقتها. أي. رجعت له قلت له توا تشري لي واحدة كيما كاكا وشري لي واحدة. أنت الأصل الأصيل ولد باب القويس ولا لا؟ أنا مولود في باب سيدي قاسم. أيواش. أما قعدت ندور من ربط لربط من باب جديد حتى من بعد هبط لهنا ومشيت للفيات ودرت للحلفوين، باب الخضرة، باب الجزيرة، درت الدنيا كلها، درت الدنيا كلها، العاصمة كلها درتها. يقولوا أنت أغاني الزندالي كانت الولادة عندك أنت صحيحة؟ هو والله ثم شكون اللي كتب الأغنية الزندالي قبلي وعداوا هذاك الأشريط وثائقي زندليات. أي. أما أشهر أغنية عدات في الزندليات هي إرضى علينا يا لميمة. إرضى علينا يا لميمة، يقولوا شفت بها البيتروا، إيش معناها؟ ما هو قبل ما كانش ثم بطاقة عدد ثلاثة، كان اللي يرتكب جريمة ولا خطأ، أي خطأ أو واحد مثلا إداري يخدم مثلا مربي ولا في الصحة ولا في البريد، يعرضوا صاحبه كما قولوا، يعملوا كاسين مع بعضهم، يسكربتوا، يعمل حادث صاريب للناس كل. أي. إذا كانت خل السجن يخرج مع شرجع الخدمته وذي ذيع هو وذي عمرته وذي عصاره. أيواش. ثم اجتماع صار سنة 1963 في سويسرا. أي. تكلموا وقتها الرؤساء والملوك متاع الدول، تكلموا على بطاقة الرجوع إلى حاضرة المجتمع بطاقة عدد ثلاثة حتى 76 وقتها بوتات. بالمناسبة ثم طلبة مربوطين وقتهم يسمعوا فيها. أي. ما جيب لها حتى جلال بريك جبد الموضوع هذايا وحكى فيه. صحيح. خرجت الغنية هذيك وقتها طلبة مشدودين متاع الجوش والبرسبكتيف وال والشيوعيين واللي صليوا زاد كذلك عملوا وقت مظاهرة، خرجت الأغنية هذيك، خرجوا بها، خرجوا فرج عليها ما فرج عليها وقت بورقيبة، وخرجوا مربيت من جملة راهو ثم شكون اللي جاني مع العلم منهم. أي. قلت لهم سامحوني راهو إذا كان باش تدوروا بيا راهو باش نولي زعيم سياسي ويصير لنا كيما الأزهر الشريطي وجماعته. أيوة. قالوا لي راك باش تخلص فاتورتك وحدك غالية، قلت لهم خلصها وحدي وما نموتش وأنتم معايا ما تموتوش، خليني نخلص فاتورتي إيفيدامون خلص فاتورتي. شنو اللي علمك المزود؟ علمني برشا حاجات. اللي هي الثقافه، كملت وصلت ثقافتي بالمزود. اي. لاني لما بديت نكتب في الشعر ثم شكون نصحني قالوا لي يا صالح كان تحب تولي شاعر مدمدوم وشاعر صحيح. اي. عليك بحفظ القران والتاريخ. ايواش. قعدت نقرا في الكتب العلم والتاريخ حتى اللي تمكنت من الشعر العربي بالعربيه الفصحى. ايواش. ثم زاد تمكنت من حاجه اسمها لانه شعر
كما سألوني في بوليمان قالوا لي تم واحدة قالت لي أستاذ عربية قالت لي كيف ترى الشعر؟ أيه؟ قلت لها شعر بدون صورة ولا حكمة فهو نثر موزون. الله تعلمت الله. الحكمة وتعلمت الصورة في الشعر. الله وقت الله. وقت نكتب الصورة والشعر في يا عيني عليك. تعرف شكون نشبهك شوية بيرم التونسي اللي قال عليه تحسين أخاف أو أخشى على الفصحى من عامية بيرم، هو اللي قال عليها كي نشوفك في كل الجو هذيك بيرم هو ديما الباهي تنفى في تونس ويتحرق راهو كيف هو معروف عدد دي. أيوة. هو تنفى من تونس على غناية المجلس البلدي هذيك وقتها أي. يقولوا خرجت منها نانا الشافية رشدي هكا واللي كانت السبب هو تنفى حتى سيدي بالحسن الشابي تنفى من تونس أي. اللي قال تذكر كيفاش قال أيواش وهم لي رجال لا يعترفون لفاضل بفضيلة وهم لأهل الرذيلة أنصار أيواش زدت أنا ولا يبتهجون بصالح إذا زارهم وهم لأهل الكبائر زوار يا عيني عليك يا عيني هاو النقشات متاع المعلم باهي الغنية اللي نقولوا احنا شريقي بيجي بيجي بو يا بيجا بو شنو حكاية هذيك والله وقت سنة 81 أيوة. المزالي وقتها صرح في بطاقة تعديلات الباسبورات أيوة. الناس كلها وقتها سهل لهم ربي وسافروا أيوة. والله إيش بنقول لك يقعد جمعة 10 أيام 20 يوم يروح كلمة بالعربي وستة بالسوري ما تفهم حد شيء لا باشي نو سميتها أنا سميتها شريقي بو يا بيجا بو وعملت لهم الفرنكوارا هذيك اول اغنيه في المزج أيوة. الفرنكوارا وضربت بالقدا ولليوم عايشه معناها يطلبوها لليوم يعرفوها لانه موضوع حلو موضوع باهي باهي يقولوا زيد ام كلثوم وانت قلت لي ام كلثوم غنت اغاني الزندلي هذه برشا ما يعرفوهاش اللي هي شنو يعرفوها ما يتجاهلوا مش يعرفوا اللي هي شنو هي الاغنيه اراك عصي الدمع ايوه اراك عصي الدمع هي اسمها الحقاني فخر الفارس الاسير أيوة. كتب أبو فراس حمداني هو كنيا نتاعو كتب على بنت خالته أبو فراس حمداني أخت سيف الدولة هو اسمه الحقاني سعيد بن جابر أيواش كراك أيوة. عصي الدمع دونك هذه ثقافة بركة الله وصول أمال الهوى نهي عليك ولا أمر أيواش الشهيد قولوا اللي تحصلت عليها أو الجوائز اللي معناها تحصلت عليها برش. من شهادة لشهادة برشا سواء برش. في اختصاصك ولا غير اختصاصك أنت ماخذ شهيد في نقولوا احنا توسكي انفورماتيك اي نعم اي نعم عندي شهيد انفورماتيك عملت انفورماتيك وعملت المنتنونس اي وعندي شهيد بعثوهم لي كرمني وقت الزعيم المخلوع ايواش انا وقت عن طريق كاتب العام لجنه التنسيق الورديه كرمنا أيه؟ فرد نهار انا والاستاذ محمد العروسي المطوي الله يرحمه الله يرحمه وينعمه الشهاده هيك ايوه وثم شهيد اخرين تاع الانفورماتيك وثم شهيد اخرين وكان تاع اي تبارك الله انا قلت لك البيرو مليان بالشهيد ومليان بالتواريخ اي نعم به نحكي تو على اله المزود نعم. اللي كنت انت نقول احنا السباق انت اللي اخترعت بالستيلوات بالبلاستيك ها قدامك البلاستيك اي عملت هي توري هنا فرزيت اي فضل. اي واش هاكا بالبلاستيك هاكا زوز معناها نقولوا نفخات هذوما صيحات يقولوا صيحات هذوما بالبلاستيك او كزوز سيلويت من اختراع الفرزيت هاو باش يعصف لنا تو باش نسمعوا كيفاش معناها راهم معناها يقع استعمالهم اللي برشا ناس اخرين يعصفوا بهم يعصفوا بهم شو اسمه تو مزاودي يعزف معايا في الحلقه نتاع شو اسمه نتاع شعلي شورب لا يعزف معايا في التاسعة مع لطفي العبدلي اي بالصيحات كما بالصيحات هذوكم بلاستيك من وجاني صاحبه علمته كيفاش يقولوا عملوا ترى سمعنا صوتها معلم يا فرزيت اللي هو برشا أستاذ اخرين مش يعصفوا عليه مثلا لا. اي على ذكر هذا انا عملته في 2001 في بالاخص اغنيه هذيك قالوا لي اختانا وبرا ماكش منا اي ثم السولو يلزم يتعمل باللورج اي لانه المزود فيه خمسه منازل ما يخلطش اي واش صنعت انا مزود فيه سبعه انقب اي ولكن القصب كان يغص اي وحتى اللي عزفوا معايا ما يدريوش عليه البلاستيك هذا اللي خدمته انا في السر اي واش وعملته من سبعة نقم من جملة جلال السمعي كمانجاتي قال لي توا ذاك صحيح النوتة قلت له اجبد الكمانجة نتاعك وبدينا من الصال حتى للصال عمل لي تحية وقال لي يعطيك الصحة كيفاش خرجت النوتة صحيح او صحيح هو كل البلاد عندها المزود نتاعها حتى اسكتلندا كل البلاد عندها مزود حتى اسكتلندا حتى اسكتلندا حتى روسيا حتى
كل هو بريطانيا نشيد الرسمي نتاعها بالمزود. بالمزود اي صحيح. مزود تونس مش كيما مزود ليبيا. أيوة. مش كيما مزود الجزائر. مش كيما التواجي يقول لك لا مزود الجزائر مزود ليبيا بربع نخب واحنا خمسة نخب. اي الحمد لله جينا نحن زايدين نخبات الحمد لله جينا كيف كيف. هو الفن الشعبي نتاع كل بلاد. كل بلاد عندها الفن الشعبي نتاعها. صحيح. المزوج في الأردن اسمه مزوج. مزوج اي. مزوج حتى اسمع حس وحز مزوج ما هو قصبتين طوال ينفخ بهم. كل بلاد ومزودها. صحيح. أي نعم. أنا شفتها في الصعيد نتاع مصر عندهم الجو المزود. أي نعم. أي شفتها في الصعيد مصر. أي الناس الناس في سينا. كل بلاد ورطالها كيفاش يقولوها. كل بلاد. باهي سيدي الغالي نرجع شوية للتواريخ. نرجع للحبيب بورقيبة. الزعيم الحبيب بورقيبة. يقول لك برشا ناس يقول لك كان قامح المزود. لكن كي نرجعوا توا لبرشا أغاني يا سيد لا سيد بالمزود. غيره معناها بالمزود من الأغاني الثلاثة أوت كانت تتعمل بالمزود. المشكلة وين؟ إسك بالحق كان يكره المزود؟ لا 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 ما كانش يكره المزود هو. أيوة. هو راهو كان زميل صالح المهدي. أيوة. عاشوا مع بعضهم في فرنسا قبل ما يولي رئيس دولة. أيواش. وكان باتور مع صالح المهدي. أي. لأنه صالح المهدي هو البرادروا نتاع بورقيبة هذه حاجة معروفة. أي. وقت اللي جاء لهنا جاء زعما بلغة تقديم تقدم تاع تونس تقدم. تونس الحدثية تونس الحدثية. أي. المزود هذايا حكاية فارغة. أي. قال لك لا حكاية فارغة هذايا خليه القفل لسيد لسياد. اي. وقت اللي سيد لسياد هو سيدنا محمد رسول صلى الله عليه وسلم. حتى سيد لسياد كان هو. اي. سيد لسياد رئيس الرئاسية من الجينة قفلة تسير ثلاثة قوت يهبطوا يعمل دورة في البلاد يلزم الفن الشعبي المزود والزكرة. أي. يجي يستقبل الإنسان مهم من برا ملك ولا رئيس وإلا وزير يستقبله بالزكرة والمزود كذلك. أي. لكن مشكلته صالح فرزيت لا. أي واش علاش؟ إذا كان باش يعدي يا حبوبة الرأي العام باش يقف ضده باش يقولوا ليه كيفاش تعدي يا حبوبة متعدي. أي عملك قال سكر على الهادي وسكر على أي واش سكر على الناس الكل. لكن أي. بعد كيف جازي العابدين. أي. ولا الهادي يتعدى. أي واش صالح لا منسي. صالح لفقوا له قضايا ماذا بيكم مرمدوه لأنه ماهوش في التجمع ماهوش لا في الحزب الاشتراكي الدستوري. أي. ولا في التجمع كي نجب دوله يقول أنا حزبي المزود. أيواش ما يندمش معنا أنا من نجمش هم لا اسمح اسمعوا في الأحزاب الكل تسمع فيه اللي يحبش يدافع عليا بارك الله فيه واللي يحبش بارك الله فيه أنا راني من نحاز حتى جاء أنا إنسان مبدع من حتى حد نحب حتى حد يحكم فيه يقول لي أعمل هكو ما تعمل شك نعمل اللي يقل عليه مخ حزبك المزود حزبي البومزيود بومزيود يقول الغنية اللي عملت مشكلة هي ارضى علينا يا لميمة ارضى علينا يا لميمة بارك أي واللي هي ارضى علينا وميجودة أيواش حتى البراني عملتي زادة برشا مشاكل نبدأ نغني يقولوا لي شنو اضطرت فينا بضخامة كل حاجة كيفاش يرى وهو مزود معناها هي خطر الكلمة وصلت للناس الكل هيك مفسرون مش معناها الفن الشعبي هو الفن الشعبي يزمو يحكي حكايات الشعب أيواش مآسي الشعب شنو اللي يحس الشعب شنو اللي يذوق فيه الشعب هذا اللي يسمى شعبي كيف جاز البرة ولا ما تجي تغني لي أنا تجيني للمزود وتقول لي تحت ياسمينة في الليل ما تجيش هذه سامحني ما تجيش ولا رباعية الخيام بالمزود ما تجيش أي ما تجيش أي المزود وين حدود وين النجم يخلط يخلط لكل شيء المزود أي هما وطموحهم وهما وثقافتهم وهما والإبداع متاعهم وين يحبوا يوصلوه يوصلوه أنا ما ظهر لي كان ما زلت باش نزيد الفن نوصله راني وصلت توا للفن السابع ما عادش تم فن آخر ما شاء الله لا لا مازال 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 تلقى الآخر المبدع ما عندوش حدود يقلقك حدود مثلا هكا بعض الفنانين لا يحسن توظيف المزود في غنية مثلا يجي الغنية في المحير سيكا يعمل يفوحها ويقولوا بشوية مزود ما يحسنش توظيفها تقلقك ولا والله أنا توا اللي قاعد نرى فيه أي أنا نرى في تجمير البيت أي واش يلن دراها الطناجر متاعهم طفال ولا شنو حكيتها ما تحرقتش الطناجر دي جمر البيت تعطيونا اخويا جديد توا سيدي انا خليت تراث للاجيال الجاي اي اش باش تخليهم انتم صحيح بالحق هي اللي تغلي في التراث وتجمر في البيت اش باش تخلي للاجيال الجاي اي اراك ماكش ارتيست اراك شرشار درجون وقتاش تولي ارتيست ايواش لانه يعني ثم فرق ما بين الارتيست أي. وبين الشرشار درجون ايواش ثم فرق اي انت تعمل جمر في البيت باش ماركي تعمل ريبريز بغنية انا باش تتلنسى ايه وبعد توبا تتلنسى بغنيتي انا وتقعد مده بعد رك باش تمشي على روحك لان انت صالح فرزيت هذيك راه ايواش ولو انه صالح فرزيت ساكت ما يكلمكمش أي. خليكم هو غابة وانتم حطابة خليكم تدبروا في روسكم لكن انتم مستقبلا راهو فما فرق ما بين السكسي والكارير أي. تحب تقعد مع عبد انت
ارتيست دو سوكسي حاجه، مي تحب تولي ارتيست دو كارير راهي حاجه اخرى. اي كارير مش كيما السوكسي. اي واش تو يجيو يستشيروك صالح يقولوا لك مثلا باش نغني غنيتك ولا هكا باش نغني حاجه جديده ولا والله ثم اللي يجي يستشيرني ثم اللي يجي يستشيرني ويخلصني الحق، وثم اللي ما التو يغني التو ولا قابلني ولا شافني ولا بعث لي حتى سلام، يغني مغادي الغادي من غادي الغادي من غادي الغادي. به انا باش نسالك حاجه برشا باش نوصل لك كلام الشارع التونسي شي يقولوا ساعة الناس الكل تغني لصالح الفرزيد، حتى كي نقول اغنيه نقول له هذه لشكون، يقول لي صالح الفرزيد. برشا قالوا لي وصل له علاش هو ما اداش دور علي شور. والله انا باش نقول لك راهو الاختيار هذا اختيار المخرج مش اختياري انا. اي والمخرج ماهوش غلط وقت اللي اختار خويا لطفي عبد اللي نوجه له تحيه، لانه لطفي يمثل خير مني ومعروف في الساحه الفنيه كممثل خير مني، وانا هما الناس ما عندهمش درايه عليا اللي انا نمثل، اكتشفوني في دور مقنين بون عطاو رايهم بارك الله فيهم، لكني انا راني زاد كذلك نحترم راي المخرج لانه هو ادرى بالميدان ويعرف كل شيء، ما نجمش هو زاد يلعب الريسك على نكره، خاطر انا نعتبر لا بالنسبه للتمثيل نعتبر نكره لاني ما عملتش اعمال قبل، لكن دخلت في القالب فرزيد، دخلت في وسط الشخصية. من غير شك كان إنسان أنا عملت المسرح أول ما بديت ساعة للتذكير للجمهور كيما راني عملت منشط في السجن المدني مدني سنة 77، راني عملت زادة ممثل في فرقة التمثيل في 77 أيواش، وتعلمت العود غاديك نعزف العود أيواش، أنا مش عازف بارع ما عارفش حرك صوابعي. أي ثم بعد في 92 عملنا حصة ذيك الوطية أنا ونور الدين بن عياد وعفيف اللقاني اللي يرحمه خذيت معهم دور في المسرح 92، وعندي تجربة على المسرح ونعرف الدور نتاعي كيف تأدى، أديته والناس كلها ظهروا اكتشفوا كون إنسان يعرف يمثل. أيواش لكني أنا هو المخرج ما ينجمش يريسكي بيا يقول لك نعطيه أنا الدور هذا. أي ألور هو ماهوش غلط كي عطى الدور للطفي العبدلي، ولطفي العبدلي راهو اتقن الدور وتحيه ليهم واش نوجه له تحيه. مقنين محلاه، تو انت الشخصيه هذيك ما عشتش معاها علي شورب صالح. انا ما عشتش معاه. ما عشتش معاه. ما نكذبش، ما عشتش معاه وما درتش معاه وما حضرتش معاه في المعارك. سمعت عليه. اما لا نعرف وريته في عام 69 في سهريه في سوق العصر، جاء غاديك وقت نخدم انا مع معزيز تريليتي كشكش، وكان يحب مع معزيز ويحضر له في سهريته. جاء وحضر في السهريه واشتاح ورشق الفلوس. ايواش اي التوا نتفكروا شنو مثلا من الحاجات اللي غيبوها في المسلسل قلت لو كانت موجوده ثم ايجابيات ثم مثلاً. ايجابيات هما الناس ما تراه كان السلبيات، على خاطر كل انسان عنده سلبيات وعنده ايجابيات بالطبيعه، هو من ايجابياته عديده نذكر منها كونه كان وقت اللي يسمع بواحد مثلا طفل صغير شارب الشراب يشده يضربه. ايواش يشرب الشراب شكون اللي يبيع لك؟ قولوا بيع لي فلان، يمشي للي باعله يقول له ما عادش تبيع للصغار. ايواش كذلك اذا كان شد صغير مزطول يضربوا زاد كذلك، ويمشي للي باعله ينب عليه ويضربوا زاد كذلك، مش معاش تقول ما عادش تبيع للصغار. كانت عنده ادوار باهيه. احنا تدمرنا احنا تدمرنا يزي ما تدمرنا، خلي الرجال هذه خل تطلع تقرا. ايواش هذه يلزمها تتوضح للمجتمع ويقولها هو في المسلسل. اي نعم هو حنين انسان حنين برشا، ورغم اللي مرماد ورغم اللي كذا وراه كل صيد هذاك يعتبر صيد في غابته، من غير معناها مع كامل احترامي مش حيوانات ما يخليش يكون يتعدلوا معناها في على حومته وجوه يتمرمد ويضرب ويصير فيه اللي ما يصير ما عليناش، لكنه راهو حنين يدخل في رمضان يمشي في رمضان في النيل الميسات نتاع النوفي ويفك الفلوس نتاع النوفي اللي قمروا بهم، كل ما ذوما ربي يعطيكم فلوس اللي مش قمروا بهم، هاتهم هنا يهزهم ويمشي يفرقهم في سيدي عبد السلام وفي سيدي محز وفي حلفوين يفرقهم على القلال. هذه حاجات لازمها تتجبد زاد، وكان باهي ياسر ماهوش خايب راه حقيقته ما يعرفوهاش هما. ايواش نقولوا احنا كان الباندي اللي كلمه باندي خاطر ولا صعلوك هات نقولوا هالكلمه خاطر برشا يتقلقوا منها، لكن لا شكون يتقال له صعلوك؟ لا 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 ثم فرق، خصوصا اللي ميدان البونديزم راهو شاسع. اي ميدان البونديزم راهو فيه المجرم وفيه السارق وفيه الزبرات وفيه الكوليك وفيه التكيرلي وفيه نخلطوا للباندي والمجرم. ايوه ثم فرق زاد ما بين الباندي وما بين الباربو، استغفر الله، ما بين الباندي والباربو ثم فرق. الباندي ما يظلمش الباندي. أيوة. الباربو هو اللي يظلم، يبدا يتبورب على هذا وعلى هذا باش يحب يعمل اسم، باش يحب يولي باندي. أي. ثم باربو يولي باندي وثم باربو يتتغر ولا يتكسر من يشتري اثنين ما يوليش باندي. أي. الباندي كما نعبروا نحن الفتوه نتاع مصر. هذاك اللي يسمى باندي. أيوة. ما عادش يضرب الباندي، ما عادش يظلم، ما يظلمش، يبدا قاعد. اي جنان انت شبيك كيكه تعمل لاخوك؟ ما عادش تعمل كيكه.
اجا انا هذاك راجل كبير احترمه ياخذ حق المظلوم من الظلم يصلح 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 برجله ويقف في حومته ما يخليش يكون يتعدى عليهم. أيوة. هذاك الباند. اما هذا باش يجيني والباندي الباندي قبل كنا لا نخاف ولا من سكين لا من بوليس لا من خاف من حد شيء، خافوا من والدينا. ايواش اكثر جيهم والبوليسيه تحير فيه تجيهم وتقولوا عليا اطلع معهم، كان عنده عصا في يده ولا سكينه ولا يلوحهم ويطلع في الكهرباء يقول امرك يا امي يطلع معهم يمشي معهم. اي مش توا يجي شي يضرب لي امه ولا يضرب لي ابوه يقول عيب. اي عيب هذا عملناه باش نحبوا نصلحوا به المجتمع، رانا ماناش باش نفسدوا به المجتمع، بالعكس نوريه شنو اللي صار في الفساد قبل وشنو اللي لازمنا نصلحوه. لازم نصلحوا برشا حاجات. ايواش باهي غنيت انت ارضى علينا يا لميمة عام 76 ولا 76 توا تشوف فيها تونس موجوعه شويه مريضه موجوعه برشا باش ما نقولوش معنا ديما نقولوا شويه باش ما نقولوش لا لا موجوعه برشا. ايواش شنجمو نغنيو لها يزع 10000 فرنك من نجم ما عادش يعبي قفه ما عادش يعمل حد شيء. خرجت غنية انا على غلاء المعيشه هذه. ايش قلت؟ قلت يا مولات الثانيه راي الغله غاليه، اللي يسمعني يقول هذا قاعد يعدي في وقيت على البنات، ولكن انا عندي رساله موجهه فيها من تحت لتحت ما بين السطور كما يعرفوني. قل يا مولات الثانيه راي الغله غاليه، جيتك وشاي الكرموس زيدي لك الحربوس، شاهي وما عنديش فلوس وميزانيتي مايله واللي كي حالي مخصوص تشبع فيه القايله، حتى لي نخلت للرمان نقول له جيتك وشاي الرمان الاحمر الحلو المزيان عندي على المسفوف زمان. ايه بالدقله والداليه، ترى انت كنت باش تعمل صحن مسفوف. ايه بالدقله والرمان ميلة. والعنب. ايه باش تبيع اللي عندك. قل له عندي مده عندي على المسفوف زمان بالدقله والداليه، بعت الدار مع البستان على المعيشه الغاليه. الله الله هاي. الله باهي وحده كي تبدا تتمزع عليك مثلا بالشيب وهي هكا تقول انت صغيره وترنكوشه اش قلت فيها؟ هاي اعطينا اعطيناك الشعر البنين برشا المنقوش. قولوا لها اللي عايرت بالشيب العنب يحلى كيف يولي زبيب. اي قولوا لها العنب راهو يحلى وإذا يولي زبيب صومه يغلى. الله الله أشلونك اللاقمي من نخلة ونخلة بلاش يبيه في تحطيب. الله الله أنت تشيبي وما تقدي وحلى وانا الشيبي يزيدني تشبيب. الله الله يا فرزيد حتى الأخر بيت نقول له قولوا له اللي عايرت يا شايب الشيب فرضه شكون منه هارب، عايرتني في زمان أنا تايب والقلب صافي اللون كيل حليب، الضحك على المصير راهو مصايب يا غافله معيب كان العيب. الله 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 العيب مش في شيء بالعيب في اللي قلته. يا عيني عليك احنا تو مازلنا بحذاك باش نعملوا دوره باش تقفل لنا بحويجه يا اما ميقوده يا اما شريقي بيجي بقي بو اللي تحب انت، وان شاء الله ديما منور وان شاء الله ديما هكايا نشوفوك في العلالي. بالحق محليك فنان مثقف الانسان يتعلم منك عندك فلسفه خاصه لو كانت تتوجد على عند برشا فنانين، وراك حبيب الناس الكل وحبيت نوصل لك كلام الشارع التونسي اللي راهو التونسي راهو يحبك فرزيد. انا نحب الشعب التونسي على خاطر وبالاخص 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 نوجه تحيه كبيره لهاك اللي يقولوا لهم خلايق. أيوة. على خاطر وقت اللي سكر علي بورقيب وبن علي الخلايق هم اللي جابوني لطهراتهم والعريسات عروساتهم ورشقوا علي ووكلوني وشربوني وفرحوا بيا، ونوجه لهم تحية الكل. يا عيني عليك عايش. باش تختم لنا غنية؟ نعم قالوا روح برانية. قالوا لي روح البرانية. قالوا لي روح برانية البرانية البرانية، قالوا لي روح البرانية وقعدت ملوح وحداني أنا وحداني أنا وحداني، قالوا لي روح البرانية مشيت لبوها عليا حجبوها وخرج لي خوها بالعانية، خرج لي خوها بالعانية جاوبني الواش وجاي علاش تعرف كيفاش اخطانية، ما نعطوهاش البرانية. الله 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 برافو برافو برافو. اقعدوا معنا مازلنا متواصلين معاكم، نرجعوا للبلاتو متاعنا مازلنا في استقبال ضيوفنا ونكملوا نتواصلوا مع صالح الفرزيت.